كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. بعضهم قال إن هي دي الآية المحورية اللي في السورة. وبعضهم قال زي ما قلنا لا، إن الآية المحورية اللي قبيل على طول قصة سيدنا موسى بعد انتهاء قصص الرسل وقبل قصة موسى وما وجدنا لأكثر من عهد، وإن أغلب سور الأعراف لمن نقضوا العهد. وده فعلا موجود في سورة الأعراف، ناس كتير نقضوا العهد والميثاق. كتاب في رسالة، أن الرب الذي تعرفت عليه في الأنعام واتخذته ربا، غير الله أبغيك وكل غير الله أبغي ربا، هو رب كل شيء، خواتيم سورة الأنعام. هذا الرب لم يترككم سدى، أنزل إليكم كتاب. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يتركك وأنزل إليك كتابا. كتاب أنزل إليك، بعضهم قال إمتى بيجي إليك وإمتى بيجي عليك. أحيانا القرآن يقول كتاب أنزل عليك، أنزلنا إليك الكتاب أو عليك الكتاب. بعضهم قال عليك، عليك حرف استعلاء، العلو ده بيبقى فيه نوع من التكليف، وإليك تشريف، يعني أقول لك دي بتاعتك، هذه لك، أنا بديك هدية. فلما القرآن يقول إليك فيها نوع إيه؟ تشريف. لكن على زي ما يقول لك عليك كذا، واجب عليك كذا. فغالبا مواطن الإنزال الكتاب بعليك فيها نوع من الايه؟ من النوم شويه، فيها نوع من الايه؟ من التكليف، انما اليك فيها نوع ايه؟ من التشريف. طب ازاي هنا تشريف؟ وهو اصلا بيقول له فلا يكن في صدرك حرج، ده هو اصلا فكأن في اشاره ينبغي ان تفرح، فكيف تقع في الحرج؟ يعني انا اديتك حاجه هي المفروض تكون سبب فرحك، كيف تجعلك، كيف يجعلك هذا الشيء في حرج؟ كتاب أنزل إليك فلا ينبغي أبدا أن تكون في حرج، ينبغي أن تتشرف به وأن تفرح به وأن تستعلي به. كتاب أنزل إليك، فتعقيب بقى بما إن الكتاب ده أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكره منه. يعني إيه الأول حرج؟ عشان نفهم يعني إيه فلا يكن في صدرك حرج. الحرج قالوا في اللغة الحرج الأشجار لما بتتشابك والأغصان بتبقى متشابك، وتيجي الراعية والدواب بترعى، تيجي تمشي في مكان بترعى فيه وتيجي تدخل مكان الأشجار تبقى متشابكة فيه، ما عادتش تعرف تمشي وتقف ويحصل تشابك بين مثلا قرونها والأغصان دي، ما عادتش عارفة ترجع ولا عارفة تمشي، لك وقعت في الحرج. بيسموا المكان ده الحرج، موطن تشابك الأشجار اللي بيخلي الراعية لا تستطيع أن تستمر في السير بيسموها إيه؟ حرج. فشبهوا التشابك اللي بيحصل بين الأشجار ده بحالة الاشتباك النفسي والضيق النفسي وضيق الصدر، ده سموه حرج، سموا ده ايه؟ حرج. استعار، العرب بتستعير المعنى الحسي للمعنى المعنوي. فإن لكن في صدرك حرج، التفسير المطابق ضيق، كان ورد عن بعض السلف شك، فلكن في صدرك حرج، ما يبقاش صدرك ضيق. طيب، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج لتنذر به. لن تستطيع أن تنذر إذا كان في صدرك حرج، عمرك ما تستطيع أنك تصل إلى القوة في الإنذار وأن تخوف الناس وأن تذكر الناس وأن تنصح الناس إلا إذا انتفى هذا الحرج. دائما الحرج بيجعل الصدر يضيق ويجعل اللسان يتوقف، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. الحرج خليك مش قادر تتكلم، مكسوف، خايف. انت لازم تبقى مؤمن بالشيء بقوة عشان تعرف تبلغه، ولا سيما لو ان هذا الكلام يخالف تقاليد وعقائد الناس، كيف ستواجههم وانت في صدرك حرج؟ ذلك مثلا اللي يروح مكان في شغل او في جامعة او في وظيفة او في اسرة او في اي مكان وفي صدره حرج من تعاليم الدين، مش مقتنع، لسه مش منفذ بقوه، مش منشرح الصدر، تلاقيه مكسوف مش قادر ينصح الناس. انما تلاقيه اللي منشرح الصدر فتلاقيه قاعد الناس كلها شايفاه غريب وهو قاعد، الناس دي كلها عامله كده، الناس دي غريبه قوي، هو شايفهم هو شايفهم انتوا عاملين كده ليه؟ هم يبصوا له انتوا عاملين كده ليه؟ انتوا مش حاسين في حاجه غلط؟ هم يقولوا انت مش حاسس في حاجه غلط؟ لا مفيش حاجه غلط. هو واثق
وليس في صدره أي حرج أصلا، هو تجاوز هذه المرحلة. لذلك لن تستطيع أن تصل إلى الإنذار إلا إذا تخطيت هذا الحرج، لازم تتخطى ده. لذلك ربنا بيقول له أنت مش المفروض تقف عند دي بس، ده أنت تتخطى الحرج حتى تصل إلى الإنذار. يعني مش بس أنك أنت يعني تتجاوز مرحلة الحرج من الأحكام التشريعية اللي هتجيلك، لأن قلنا سورة الأعراف فيها رسالات، تجيلك رسالات كتاب، فلابد أن تتجاوز مرحلة الحرج إلى مرحلة الإنذار. طيب كيف أتجاوز هذا الحرج؟ أن تعلم أنه من عند الله، كتاب أنزل إليك. فإذا علمت ذلك، الأشار الأمر ده الزمخشري وتابع ابن عاشور، إذا علمت أنه من عند الله تجاوزت هذا الحرج. قال أنت الناس شايفاك غريب، أنا ماشي على أمر ربنا، شوف أنتم ماشيين تبع مين. أنا أصلا إني على بينة من ربي، زي سورة هود. أنتوا اللي عندكم مشكلة، أنتوا جايبين الكلام ده منين؟ فكتاب أنزل إليك فتذكرك لهذه الحقيقة ينفي عن صدرك الحرج.